عند أستاذ رامز بحب يرجع يذكرنا كلنا أنه بيصنع أحلى صوت عود بالعالم. بعدين عملنا القالب. مين ساعدك؟ ما حدا في يساعدني. هذه وديعة صافي أقول بالستينات. هو عجبه كتير يا مثلا. ومن جملة ما قال لي بهنيك بهني لبنان فيك. مشوارنا مكفى ووصلنا على الكورة، جايين نتعرف على أستاذ رامز بيصنع أحلى صوت عود بالعالم، مشوا معي. أستاذ رامز! بونجور! كيفك؟ منيح إن شاء الله. كله منيح؟ كله تمام؟ عادي على الريسبشن هذا. بيستقبلونا ما هيك؟ وصلنا عند أستاذ رامز بحب يرجع يذكرنا كلنا أنه بيصنع أحلى صوت عود بالعالم، مزبوط؟ خبرنا. معلمنا المزبوط ما بعرف. خبرنا كيف بلشت ومن أي متى؟ بلشت ببداية الخمسينات، يعني تقريباً 53 أو 54 أو هيك. كان أستاذي بالعود وصاحبي اسمه أمين عزار الخوري بيعلم على كل الآلات الموسيقية، أي آلة أو آلة الإيقاع أو آلة النفخ، البيانو، الأكورديون، الجيتار، العود، الكمال، الفيولين، القانون، كل شيء بيعلم عليه وبيدق عليه. يعني أنت كنت أي آلة تتعلم عليها؟ كنت صلح له أوقات، صلح له عوده. وليش العالم تعمل هالزندي طب القدام؟ ليش هالزندي يقلب الورا في جنوب؟ ليش هيدا يفلت من هون لأقوى؟ بعدين قلت ليش ما أنا بعمل؟ بعدين عملنا القالب وعملنا أول عود على القالب. مين ساعدك؟ ما حدا في يساعدني. ما بيسمح لحدا حتى يحفوا برق زيز، ما بيسمح له. طيب علمني هلا أنا والمشاهدين، هلا شفت هون مثل خشبة، هيدي الخشبة عم تقول لي إنه هيدي تخطيط للصورة. هون جسر وهان جسر، هان بيقع جحش الفرس، جحش العود بالوجه اللي بينربطوا فيه الأوتار. هان الجحش، هان جسر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هيدا حوالي الأمريكية هون، خمسة يعتبر هان أكثر من واحد، خمسة، ستة، سبعة. يعني بده يكون مقسم إلى سبعة؟ كل من عنده نظرية شيء. خبر المشاهدين كيف قسمت ال قسمتهم؟ لزقتهم على بعضهم هيدول الشقف كلهم؟ هودي ايه، ست شقفات ملزقين على بعضهم. خبرني هيدي شو؟ هيدي خشب جاهز من نوع هيدا. كيف منغريها؟ من مسمرها؟ ايه بنعمل لها خبور، بيقولوا خبور. يعني هيدا في نوعين من الجوز؟ ايه من شجر الجوز. وحدة هيك عادية متموج، عادية متموج، لا التموجات مبينين. نعم، الخشب من وين بتجيبه؟ الخشب بنقيت نقوي يعني. مين بيجيب لك إيه أو أنت بتجيبه؟ أنا بجيبه، العالمينة بجيب، كنت العالمينة. هيدا بنحطها على الوجه، وقتها بدنا نخلص ال هيدي هيك. بحط مسمار هون ومسمار هونيك تيهدوه. ما يزيح هيك أو هيك، لأنه المدهن الغري بيصير مثل الصابون بيروح وبيجي. وبعد ما ينشف الغري بشيل المسامير. طيب أنا رح أجيب هيدا العود وتفسر لي أكثر. هلأ هيدا العود خلص. إيه. كيف عملت البرمات هون؟ هودي كنت أعملهم بإيدي. كنت تنشرهم بإيدك؟ أنشرهم ما هو نشر. سكيني لها راس. أو نشر بيصير كمان. وهول الأمريات كنت أنا أعملهم عايدي، بس هلا عم جيبهم خالصين. كنت عم بتقلي أنه في مخرطة جوا هي بتقصر لك إياهم. هيدا اللي تنقص ال إيه؟ البرمة. إيه هي أول مرة.
كنت قصة عائلية هيدي. ايه وهلا صار فيه؟ هلا في منشار دائري. ليش نقيت العود؟ انا من الاول ميال للعود، مطرح ما كنت اسمع دقة عود ابقى ماشي بطرابلس بالشارع، يبقى فيها المطاعم، يبقى الراديوات الموبيل ياكل راديو هالقد، يقوي الراديو. بس اسمع او تقاسيم على العود او محمد عبد الوهاب وقف. طيب خلاص كفي طريقي وكفي شغلي. طيب وتعلمت تعزف؟ ايه تعلمت طبعا. اللي علمني بالاول من الضيعة من هون هو اصغر مني، هلا هو باستراليا. علمني كيف بينقلوا صبيعهم. اول ثاني ثالث رابع دوري مي فاصول لسي. وعلمني طقطوقتين هيك. بعد شي شهر شهرين صرت انا علمه اغاني هو ما بيعرفها، يقول لي هي النانة بتبديها وكيف بتبديها. وشو بدك تسمعنا هلا هيك شي حلو؟ انا بالعزف مني زيادة. بلا اكيد انا سمعتك انا وجاي كنت هيك عم بدق شي حلو، يلا شو بدك تسمعنا؟ مني زيادة اللي بدك اياه قولي. عزوقك عزوقك. حمصت لحاتك حمرا كل رفوف عصافير. الموسيقى العلاقة. لا هذا كله ما تعلمته استاذ. ما تعلم. قد ايه بياخذ وقت معك صنع العود؟ بده بالقليل شهر. شهر لتخلصه؟ ايه اذا شغل اذا شغل رك. طيب قل لي استاذ رامز، بتعرف تقريبا لكم شخص هديهم او عطيهم؟ هدي وديع الصافي عود بالستينات جاي هون عم يشمزين مرتين وديع الصافي. هو عجبه كتير يا مثلا، ومن جملة ما قال لي بهنيك بهني لبنان فيك. يا له يا أستاذ وديع مال هالدرجة. خبرتني قبل عن الأمريات، رح نعطيك هلأ وقدامي رح نشتغل وقدام المشاهدين كيف تقدحهم. ها اثنين مقدحهم محلهم. ها وين السنتر؟ هون هون هذا القلب العود، وهيدي وحده هون على النص السنتر عازية، بيبعدوا عن بعضهم 19 سنت من هون. اليوم عندك عند استاذ رامز يلي بيصنع اجمل صوت بالعالم للعود. للعود اكيد. واخر كلمه اللي بده عود، اللي بده احسن عود بالعالم ما بيلاقي الا عنا. ما بيلاقي الا هون. عود احسن بالعالم لانه لعنا في رهن، بيربح الرهن اذا بيجيب شيء قربه ما هو مثله. لكن يلي بده يجي ويطلب عود من عند استاذ رامز بده يجي لعنده هون على البيت على الاتوريه. انت بتصنع كل شيء هون بالاتوريه ما هيك؟ ايه. وبياخذ ايه. احلى عود. شو حابب تسمعنا شيء حلو قبل ما نختم الحلقه؟ ايه كلهم رح يحضرونا للاخر. هلا شيء لعبد الوهاب. يلا.